ده ان شاء الله عز وجل النهارده في مراجعه عامه على الثوابت النحويه التي من المؤكد انها ستاتي في الامتحان ان شاء الله عز وجل، فينبغي عليك ان تتدرب عليها جيدا بحيث تتمكن من اعراب اي كلمه تاتي لك في الفقره النحويه. فان شاء الله عز وجل باذن الله هنبدا بمراجعه الثوابت النحويه الموجوده عندك، ثم نكمل بعد ذلك حل اكثر من قطعه نحو كنا قد يعني حللناها قبل ذلك او موجوده عندك في الواجب، بحيث يعني ان شاء الله نسمي الحصه هذه يعني كيف تحصل على الدرجه النهائيه في امتحان النحو او في قطعه النحو. بنقول اول قاعده هنا مكتوبه عندك الاسماء الواقعه بعد الافعال التاليه تعرف فعل. مجموعه من الافعال سنه ثانيه بعدها على طول يعرف فاعل، يعني اول الكلمه اللي بعدها اول ما تشوفها مباشره تعرف انها فاعل، مثل يجب وينبغي ويلزم ويحسن ويجدر ويمكن ويجوز، هذه الافعال ما بعدها يعرف فاعل، زي مثلا ينبغي اطعام المساكين، ينبغي اطعام المساكين، فكلمة إطعام هنا تعرف فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. دايما يجب تتكرر في الامتحانات، تقول يجب علينا التفوق في الدراسة، إذا التفوق تعرف فاعل، يجب علينا المداومة على الصلاة، إذا كلمة المداومة تعرف فاعل، يمكن للمصريين تحقيق الانتصار، تحقيق الانتصار، إذا تحقيق تعرف فاعل وللمصريين جار ومجرور طبعا. يجوز للمسلم قصر الصلاة، كلمة قصر تعرف فاعل. فالكلمات التي تأتي بعد هذه الأفعال تعرب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة أو الواو حسب نوع الفاعل. هذه أول معلومة مهمة يعني يجدر بك أن تتعلمها وتعرفها. ثانيا سنة ثانية المفعول المطلق. المفعول المطلق هو اسم منصوب مأخوذ من نفس حروف الفعل، يعني اسم منصوب تجده مشتقا من نفس حروف الفعل الذي قبله، مثل اجتهدت اجتهادا، كلمة اجتهادا تعرب مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة، ذاكرت مذاكرة، شرح المعلم الدرس شرحا، فهذه تعرب مفعول مطلق. وفي نوعين من انواع المفعول المطلق، مؤكد للفعل ومبين للنوع كنا قد شرحناه قبل ذلك. هناك اسماء تعرب دائما مفعول مطلق، اول ما تشوفها في القطعه تقوم باعرابها مفعولا مطلقا، والفعل الخاص بها سنه ثانيه يكون محذوفا، مثل كلمه خصوصا وسبحان، زي كلمه سبحان الله، وايضا وشكرا وعفوا وحقا، هذه الكلمات تعرب مفعول مطلق لفعل محذوف، مثلا قلت أحب اللغة العربية وخصوصا النحو، هذه الكلمة خصوصا تعرب هكذا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أخص، يعني هنا نقدر نحن فعلا محذوفا تقديره أخص، أخص خصوصا، فكلمة خصوصا تعرب مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أخص، وهي منصوبة علامة نصبها الفتحة، زي كلمة سبحان الله أصلها أسبح سبحان الله، فكلمة سبحان تعرب مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة. كلمة أيضا يقال أن الفعل بتاعها آض أيضا، فتعرب أيضا مفعول مطلق لفعل محذوف، شكرت شكرا وعفوت عفوا وحققت حقا، فهذه الكلمات عندما تجدها في اللغة العربية تعرب مفعول مطلق لفعل محذوف، فنركز عليها لأنها تتكرر كثيرا في الامتحانات لو أراد يعني أن يأتي بشيء صعب. ده بالنسبة للمفعول. المفعول لأجله، الفرق يا سنة تانية بين المفعول المطلق والمفعول لأجله أن المفعول لأجله اسم منصوب يبين سبب حدوث الفعل، لكن المفعول المطلق ده اسم منصوب مأخوذ من نفس حروف الفعل، لكن الفعل المفعول لأجله
نسأل عنه لماذا؟ كأن تقول مثلا نذاكر رغبة في التفوق، فنقول كلمة رغبة هنا، لماذا نذاكر؟ فالإجابة تكون رغبة في التفوق. إذن رغبة تعرب مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. مثل أن تقول أصلي طاعة لله، كلمة طاعة هنا تعرب مفعول لأجله، لماذا أصلي؟ أصلي طاعة لله. مثلا أدافع عن وطني أملا في الشهادة، لماذا تدافع عن وطنك؟ أملا. فكلمة أملا تعرب مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذن المفعول لأجله سنة تانية كلمة بسأل عنها بلماذا، لذلك أقول هو اسم منصوب يبين سبب حدوث الفعل. رقم أربعة من الثوابت الحال، يعني شرحنا الحال في الترم الأول باستفاضة، وهو اسم نكرة منصوبة تذكر في الجملة الفعلية لتبين هيئة الفاعل أو المفعول به أو هما معا، ودائما يصلح الإجابة عنها بكيف. إذا سألت استخدمت كلمة كيف في السؤال وصحت الإجابة عن هذا السؤال بكيف، فتكون الكلمة حال. كأن تقول عاد الجندي منتصرا، فتلاحظ أن منتصرا حال وهو نكرة، وتبين هيئة الفاعل أو المفعول به زي الجندي. عاد الجندي منتصرا، كيف عاد الجندي؟ عاد منتصرا، إذا منتصرا حال. كأن تقول جاء المعلم مسرورا، كيف جاء المعلم مسرورا؟ رأيت الطالب جالسا، كيف رأيت الطالب؟ رأيته جالسا، إذا جالسا ومسرورا ومنتصرا حال. وكنا قد شرحنا قبل ذلك أن هناك حال مفرد وحال جملة وحال شبه جملة، ويشترط حتى تأتي جملة الحال أن يكون صاحب الحال معرفة. قلنا الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. هناك من الأسماء سنة تانية ما يعرب حالا دائما، مثل كلمة جميعا ومعا وسويا، وكلمة وحده أو وحدك أو وحدنا، كلمة دائما أولا ثانيا ثالثا رابعا حتى عاشرا، أدبيا وسياسيا واقتصاديا، كلها كلمات تعرب حال. كان تقول مثلا حضرنا الحفل جميعا، فجميعا هنا أول ما تشوفها سنة تانية مباشرة تعلم أن هذه حال. الجمل وأشباه الجمل كنا قد شرحناها في الترم الأول بعد المعارف أحوال. كان تقول أقبل الطالب وهو سعيد، الطالب كلمة معرفة جاءت بعدها جملة، إذن هذه الجملة وهو سعيد جملة حال، جملة اسمية في محل نصب الحال. أقبل الطالب في سعادة، كلمة في سعادة شبه جملة في محل نصب الحال، وتلاحظ أن صاحب الحال معرفة وهو الطالب. إذن رجعنا حتى الآن، الكلمات يأتي بعدها فاعل دائما، مجموعة أفعال يأتي بعدها فاعل. رجعنا على المفعول المطلق، شرحنا المفعول لأجله، شرحنا درس الحال، ثم الآن في ظرف الزمان وظرف المكان. وهذه ظرف الزمان وظرف المكان دائما من المنصوبات. أما ظرف الزمان فهو اسم يدل على زمن وقوع الفعل، مثل غدا وأمس وصباحا ومساء. لو سألنا هنا سنة تانية في ظرف من الظروف دي مبني وليس معرب، ما يكون؟ من يعرف؟ ممكن نرفع ايدنا او نبعت اشارة يا جماعة الناس تفضل عبد الرحمن. غدا وامس وصباحا ومساء. في انا في واحد منهم مبني، بس في واحد من دول مبني، كلهم معربين ما عدا واحد فقط. أمس. ممتاز، كلمة امس. يبقى امس لو تفتكروا من الظروف المبنية، لذلك اذا جاءت لك امس مثلا في الامتحان فتقول ظرف مبني على الكسر في محل نصب ولا يعرب مباشرة، يعني لا تقول أن أمس ظرف زمان منصوب، لا تقول ظرف زمان مبني على الكسر في محل نصب. أما الباقي غدا وصباحا ومساء وصيفا شتاء عصرا ظهرا، هذه تعرب من ظروف الزمان. ظرف المكان مثله أيضا، وهو اسم يدل على مكان وقوع الفعل، مثل فوق وتحت وأمام وخلف وبين، هذه كلها ظروف مكان منصوبة وعلامة نصبها الفتح.
الاسم من الثوابت النحوية المهمة سنة تانية، الاسم الواقع بعد هذه الكلمات، بعد كل وبعض وجميع وغير وسوى ومعظم وبعض، بعد الظرف. أي كلمة تأتي في أغلب الأحوال بعد الظرف تعرب مضاف إليه إذا كانت مجرورة، وأي كلمة تأتي بعد هذه الأسماء تعرب مضاف إليه. كأن تقول نجح كل الطلاب، الطلاب تعرب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. جاء بعض المعلمين، المعلمين تعرب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء. ذاكرت معظم الدروس، إذا الدروس تعرب مضاف إليه. أسكن وسط المدينة، جبت لك ظرف مكان وهو وسط وبعده المدينة، فتعرب المدينة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. هذا الشرح واضح سنة ثانية حتى الآن؟ نعم. تمام سنة ثانية. في أي حد عنده سؤال واستفسار حتى هذه اللحظة؟ واضح ليكم؟ شكرا يا أستاذ. تمام. من الثوابت النحوية أيضا عند تتابع اسمين نكرتين يعرب الاسم الثاني نعتا للأول، عند تتابع اسمين نكرتين يعرب الثاني نعتا للأول. الشرط بتاعها إيه سنة تانية؟ أن تصف الثانية الأولى، يعني لازم سنة تانية. فاكرين لما شرحنا الفرق بين المضاف إليه والنعت؟ ما هو الفرق أصلا بين النعت والمضاف إليه؟ المضاف إليه سنة تانية يعطي تخصيصا للكلمة التي قبلها، يعني وظيفة المضاف إليه. لذلك يعني في بعض الأسئلة مثلا في دول الخليج يقول إيه؟ أذكر الوظيفة النحوية لهذه الكلمة، ما يقولش يعرف ما تحتها خط مثلا، تلاقي السؤال بتاعهم أذكر الوظيفة النحوية أو النحوية. يعني إيه كلمة الوظيفة النحوية سنة تانية؟ يعني النعت ما وظيفته في الجملة؟ المضاف إليه ما وظيفته في الجملة؟ المفعول لأجله ما وظيفته؟ لذلك المضاف إليه يقوم بتخصيص الكلمة التي قبلها أو تعريف الكلمة التي قبلها، أما النعت فلا يقوم بذلك، النعت يقوم بإعطاء صفة للكلمة التي قبلها، مثل حضر تلميذ مجتهد. كلمة مجتهد أعطت صفة للتلميذ، فحضر فعل وتلميذ فاعل ومجتهد نعت. طبعا كما شرحنا قبل ذلك أن النعت يتبع المنعوت، فتكون كلمة تلميذ هي المنعوت ومجتهد نعت مرفوع علامة رفعه الضم. تلاحظ أن النعت يطابق المنعوت، هنا التلميذ نكرة فيكون النعت نكرة. إذا جاء النعت معرفة لابد أن تأتي، إذا جاء المنعوت معرفة إذا لابد أن يأتي النعت معرفة أيضا، بشرط أن تصف الثانية الأولى. إذا شرط في النعت أن تقوم بإعطاء، أن تقوم الكلمة الثانية بإعطاء صفة للكلمة الأولى. شوف نفس المثال، حضر التلميذ المجتهد، إذا المجتهد هنا نعت مرفوع وعلامة رفع الضمة لكلمة التلميذ. كأن تقول قرأت كتابا جميلا، هنا كلمة جميلا تعرب نعت منصوب وعلامة تصبيه الفتح. طيب سنة تانية إذا قلت قرأت كتاب أدب أو قرأت كتاب نحو، كلمة نحو هنا تعرب تمييز أم مضاف إليه؟ من يجيب؟ ها؟ إذا قلت قرأت كتاب أدب أو قرأت كتاب نحو، كلمة أدب أو كلمة نحو هل تعرب مضاف إليه أم تعرب نعم؟ تفضل يا سارة، واللي يجاوب يقول لي التعليل. تفضل يا سارة. مضاف إليه لأنها مجرورة وخصصت الكلمة التي قبلها. ممتازة. إذن كلمة أدب أو كلمة نحو هنا هل أعطت صفة للكتاب يا سنة تانية؟ هل كلمة أدب لما قلت قرأت كتاب أدب أو قرأت كتاب نحو أو قرأت كتاب علم، هل كلمة أدب أو نحو أو علم قامت بإعطاء صفة للكلمة التي قبلها أم خصصت وعرفت الكلمة التي قبلها؟ كأن تكون الكلمة التي قبلها واسعة جدا، قد يكون الكتاب أكثر من شيء، كتاب نحو، أدب، فيزياء، علوم، ثقافة، رياضة، أي شيء. فجاءت الكلمة التي قبلها فقامت بتخصيصها، إذن تعرب مضاف إليه. لكن إذا قلت قرأت كتابا جميلا، هنا كلمة جميلا أعطت صفة لكلمة كتابا، صح ولا لا؟ فتعرب نعت منصوب علامة تصبيه الفتحة على حسب الكلمة التي قبلها. من الكلمات أيضا التي تعرب نعت في أغلب الأحوال هي الكلمة الواقعة بعد أيها وأيتها.
الكلمة التي تقع بعد أيها، وأية كان تقول أيها الجندي دافع عن وطنك، فالجندي تعرب نعم، تقول أيتها المسلمة أخلصي في عملك، فكلمة المسلمة تعرب نعت. من الكلمات التي تعرب نعت أيضا سنة تانية الاسم الموصول الواقع بعد اسم معرفة. الاسم الموصول هو الذي أو التي أو الذين أو اللائي أو اللاتي، إذا جاء بعد اسم معرفة كأن تقول أقدر الرجل الذي يتقن عمله. كلمة الذي هنا تعرب نعت للكلمة التي قبلها، فأقول الذي، لحظات، أقول الذي اسم مبني، اسم موصول مبني في محل نصب نعت للرجل. طب لماذا قلت في محل نصب يا سنة تانية؟ لأن الرجل أيضا منصوبة اللي هي المنعوت، أقدر فعل، أقدر أنا فاعل، ضمير مستتر تقديره أنا، إذن الرجل نعت منصوب وعلامة تصميم الفتحة. فتكون كلمة الذي، وإحنا درسنا الأسماء المبنية والمعربة، فقلنا أن الأسماء الموصولة سنة تانية معربة أم مبنية؟ في كل الأحوال معربة أم مبنية؟ ها؟ المعربة؟ الأسماء المعربة أم مبنية؟ العارف طيب؟ ها؟ قولي يا جنى محمد اتفضلي. الأسماء الموصولة مبنية. جميل، كل الأسماء الموصولة مبنية ما عدا اللذان واللتان معربتان، صح كده؟ لأنهم يعاملان معاملة المثنى. فهنا أقول الذي، أقول الذي اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به لأن المنعوت منصوب. يبقى إذن النعت في اللغة العربية يكون نكرة بعد نكرة بشرط أن تعطي صفة لها، أو معرفة بعد معرفة بشرط أن تعطي صفة لها، أو الاسم الواقع بعد أيها وأيتها، أو الاسم الموصول بعد اسم معرفة. وقد يأتي النعت جملة أو شبه جملة، متى سنة تانية؟ إذا جاء بعد نكرة، وكنا قد شرحنا قبل ذلك، قلنا الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. ولو تذكرون عندما كنا نقوم بتحويل النعت إلى حال والحال إلى نعت في الترم الأول عندما درسنا النعت والحال وكيف نقوم بتحويل جملة النعت إلى حال والحال إلى نعت، كأن تقول أقبل طالب يسعد. هنا يسعد جملة فعلية مكونة من الفعل يسعد والفاعل مستتر تقديره هو، الفاعل مستتر تقديره هو. إذن جملة يسعد دي جملة في محل رفع نعت. لماذا جملة في محل رفع نعت؟ لأن المنعوت قبلها نكرة، وهي جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل، وما قبلها نكرة، والجمل بعد النكرات صفات. فلو سألك على نوع النعت تقول يسعد نعت جملة فعلية. إذا أردت من لو طلبت منك سنة تانية تحول جملة النعت إلى جملة حال، من يجيب؟ كيف نحول جملة النعت هنا إلى جملة حال؟ تفضل يا يوسف مصطفى. سنجعل الكلمة التي قبل النعت معرفة، أقبل الطالب سعيدا. لا خليها نفسها يا يوسف، يعني خلي لي نفس الجملة، يعني نفس الجملة يسعد كما هي، فقط تقوم بتعريف الكلمة التي قبلها، صح؟ تقول أقبل الطالب يسعد. إذن كلمة الطالب هنا تعرب فاعل مرفوع، ويسعد جملة في محل نصب الحال، لا تكون في محل رفع نعت يا سنة تانية. لماذا؟ لأن ما قبلها معرفة، وقلنا أن الجمل بعد المعارف أحوال. كان تقول أقبل طالب في سعادة. لو طلبت منك استخراج نعت فتقول في سعادة شبه جملة في محل رفع نعت. لماذا؟ لأن ما قبله نكرة، والجمل أو أشباه الجمل بعد النكرات صفات. كان تقول أقبل طالب في سعادة. إذا أردت تحويل شبه الجملة في سعادة من شبه جملة في محل رفع نعت إلى جملة في محل نصب حال، فقد تقوم بتغيير كلمة طالب، تقول أقبل الطالب في سعادة. إذا قلت أقبل الطالب في سعادة، إذا شبه الجملة في سعادة تكون في محل نصب حال أم في محل رفع نعت؟ من؟ ها؟
هنا اتفضلي يا هنا. هنا أسامة اتفضلي. في محل نصب حال. ممتازة. إذا قلت أقبل الطالب في سعادة تكون شبه الجملة في محل نصب الحال. هذا الفرق بين النعت والحال والمضاف إليه. الفعل المضارع نبذة سريعة عنه، لأن من أشهر أو أكثر الجمل التي تتكرر هو أن يأتي لك بفعل مضارع مسبوق بأداة من أدوات النصب أو أداة من أدوات الجزم. قلنا أن الأصل في الفعل المضارع سنة تانية هو أنه معرب مرفوع، إلا في حالة البناء يبنى الفعل المضارع إذا اتصل بنون النسوة أو بنون التوكيد، لكن الأصل أنه يرفع إذ لم يسبق بأداة نصب أو بأداة جزم. فما هي أدوات النصب أصلا يا سنة تانية؟ هي أن ولن وكي وحتى ولام التعليل. كأن تقول يجب أن تحقق التفوق. إذا وضع لك في الامتحان خط تحت كلمة تحقق، فنقول فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لماذا؟ لأنه سبق بأن. لأنه سبق بأن. تقول مثلا أذاكر حتى أنجح. أنجح هنا تعرب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه سبق بحتى. تقول لن يهمل المجتهد أبدا. لن يهمل، إذا يهمل فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أيضا. يبقى إذا وجدنا يا سنة تانية أي أداة من هذه الأدوات تعلم أن الفعل المضارع بعدها منصوب. يجزم الفعل المضارع إذا سبق بأداة من أدوات الجزم مثل لم ولا ولما ولام الأمر ولا الناهية. سارة حازم تقول أليست فاء السببية من أدوات النصب؟ بلى يا سارة من أدوات النصب، ولكنها غير مقررة عليك في هذه المرحلة الإعدادية. نصب الفعل المضارع، وهناك أدوات أيضا أخرى غير فاء السببية مثل لام الجحود، فاء السببية ولام الجحود وإذن، وهذه من أدوات النصب أيضا، لكن هذه مقررة يعني على منهج في المنهج المصري، مقررة على طلاب الصف الثاني الثانوي. أما الآن فالمقرر عليك يا سارة هي هذه الأدوات أن ولن وكي وحتى ولام التعليل. فهمتيني يا سارة؟ نعم يا أستاذ. طيب أدوات الجزم مثل لم ولما ولام الأمر ولا النهي، هذه أدوات مباشرة إذا رأيتها قبل الفعل المضارع تجزم الفعل المضارع. طيب متى يجزم الفعل المضارع بغير هذه الأدوات؟ من يعرف؟ هناك أدوات تجزم فعلين وليس فعلا واحدا، هذا درس في الصف الأول الإعدادي. من يتذكر؟ هناك أدوات تقوم بجزم فعلين ليس فعلا واحدا، كان اسمه أسلوب كذا في الصف الأول الإعدادي. من يتذكر؟ مريم اتفضلي. أسلوب الشرط. ممتازة، جزاك الله خيرا. أسلوب الشرط، أدوات الشرط تقوم بجزم فعل الشرط وفعل جواب الشرط أيضا. يبقى إذا فعل مضارع يجزم أيضا إذا سبق بأداة من أدوات الشرط مثل إن ومن وما ومهما وكيفما ومتى وأيان وحيثما، كلها أدوات تجزم الفعل المضارع وتجزم فعل الشرط وفعل جواب الشرط أيضا، لكن هذه الأدوات تجزمه بطريقة مباشرة. كأن تقول لا تعصي والديك. لا تعصي والديك هنا يا سنة تانية لا الجازمة، تعصي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه. من يجيب؟ ما علامة الجزم هنا؟ السكون أم حذف النون أم حذف حرف العلة؟ من يجيب؟ سارة تفضلي يا سارة. حذف العلة لأنه معتل الآخر. ممتازة، إذا كان الفعل من الأفعال المعتلة الآخر يجزم بحذف حرف العلة. كأن تقول لا تمشي في الشر، فحذفت الياء ووضعت كسرة لأن المحذوف هو الياء. كأن تقول لتدعو للحق، أتيت بفعل مضارع مسبوق بلام الأمر، والفعل تدعو المفروض يعني يكون في نهايته حرف الواو، لكن أقوم بحذف الواو وأقول لتدع وأضع ضمة على العين وأقول لتدعو إلى الحق، وأعرب تدعو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. أما إذا كان صحيح، أما إذا كان لحظات من فضلك يا عبد الرحمن، أما إذا كان صحيح الآخر فيجزم بالسكون. كأن تقول
لا تكذب يا فتى. تكذب آخرها حرف من الحروف الصحيحة، إذا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. يبقى إذا وجدت أداة من أدوات النصب، هذه الأداة تنصب الفعل المضارع. إذا وجدت أداة من أدوات الجزم فهذه الأداة تجزم الفعل المضارع. يجزم بحذف حرف العلة إذا كان من الأفعال المعتلة، ويجزم بالسكون إذا كان من الأفعال الصحيحة. طيب متى يجزم بحذف النون يا سنة تانية؟ من يتذكر؟ متى يجزم الفعل المضارع بحذف النون؟ عبد الله إبراهيم اتفضل يا عبد الله. إذا كان من أفعال خمسة. ممتاز، أحسنت، جزاك الله خيرا. إذا كان الفعل المضارع من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل بواو الجماعة وألف الاثنين أو ياء المخاطبة. إذا كان الفعل المضارع سنة تانية من الأفعال الخمسة يجزم بحذف النون، كأن تقول لا تكذبوا، أصلها لا تكذبون وحذفت النون لأنه من الأفعال الخمسة. أقول لا تظلما نفسيكما مثلا، فتظلما اتصل بألف الاثنين، فأصل الجملة لا تظلمان فحذفت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة مجزوم. أقول لا تكذبي يا فتى، أو لا تهملي دروسك يا فتى، هنا الفعل المضارع اتصل بياء المخاطبة فيجزم الفعل بحذف النون. أما إذا لم يسبق بأداة نصب أو أداة جزم فيعرب الفعل المضارع على حسب موقعه في الجملة مرفوع وعلامة رفعه ظهر، كأن تقول يفهم الطالب دروسه بسهولة، يفهم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم. وهذا شرح سريع للأفعال الخمسة، يعني لسه ذكرناها قبل قليل في الجزم. والأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. ترفع الأفعال الخمسة بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذف النون. إذا الأفعال الخمسة هو أي فعل مضارع اتصل به بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. كان تقول يقولون، فتقول الرجال يقولون الحق، فيقولون هنا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة أم ثبوت النون يا سنة تانية؟ تفضل يا عبد الرحمن. ثبوت النون، ممتاز، لأنه من الأفعال الخمسة. تقول لن يقولوا، لن يقولوا، هنا فعل مضارع منصوب لأنه سبق بلن وعلامة النصب حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. لم يقولوا، لم أداة من أدوات الجزم، ويقول فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أما لن يقول فهو فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون. ده بالنسبة للأفعال الخمسة. دائما يعني بتحصل لخبطة ما بين الأفعال الخمسة والأسماء إيه؟ الخمسة، كنا قد شرحناهم تقريبا في الترم الأول في حصة كده، فاكرينها؟ أبو أخو شرحنا فيها مجموعة من الأسئلة العامة اللي أنتوا سألتوها. الأسماء الخمسة هي أبو وأخو وحمو وفو وزو. هذه الأسماء لها إعراب خاص في اللغة العربية، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، لكن هناك أكثر من شرط لهذه الأسماء حتى تعرب بهذا الإعراب. من يتذكر أي شرط منهم؟ من يتذكر شروط إعراب الخمسة بالحركات؟ تفضلي سارة. ألا تتصل بها ياء المتكلم؟ ممتازة، ألا تتصل بها المتكلم، كأن تقول أبي. إذا قلت أبي وأخي وحمي لا يتم اعتبارها من الأسماء الخمسة. طيب من يتذكر أي شرط آخر؟ ها؟ من؟ طيب حتى أذكركم، لابد أن تتصل بضمير أو اسم ظاهر، يعني تتصل بضمير غير ياء المتكلم، كأن تقول أبوك وأباك وأبيك وأخوك وأخاك وأخيك وحماك وحموك وحميك. فو لابد أن تأتي بالواو، إذا جاءت بالميم لا تعتبر من الأسماء الخمسة. تقول نطق فوك بالحق، فوك اسم الأسماء الخمسة، أما فمك ليس من الأسماء الخمسة. ذو لابد أن تأتي بمعنى صاحب حتى تعرب من الأسماء الخمسة، ذو لابد أن تأتي بمعنى صاحب ويأتي بعدها اسم ظاهر. طيب عايز أسألكم سؤال، هل تتذكرون أم لا؟ هل هناك اسم آخر
من الأسماء الخمسة، يعني يبقوا ستة مثلا، هل قرأت أنهم في بعض الكتب يسموا شرحنا قبل الأسماء كده الستة؟ الأسماء الستة، ها؟ هل يتذكر أحد؟ ها؟ الأسماء الستة، تفضل يا يوسف. مو تقريبا. لا لا، كان اسمه هانو، هانو، وهو اسم يعني يطلق على عضو من أعضاء الجسم، لكن بعض العلماء يعني أو أكثر العلماء يستثني الاسم السادس، حتى كانت يعني تقريبا في الفيك ابن مالك يقول الأسماء الخمسة أبو أخو حمو فو زو هنو، والنقص في الأخير أحسنه، والنقص في الأخير أحسنه، يعني إنك أنت تحذف رقم ستة، ده أفضل. فهمت قصدي ولا لأ؟ أنا فكانوا كده بيقولوها في بعض الأبيات الشعر، أبو أخو حمو فو زو هنو، والنقص في الأخير أحسنه، يعني الأفضل إنك أنت تنقص الاسم السادس، لذلك تجدها في بعض الكتب مكتوب هكذا، الأسماء الستة وليس الأسماء الخمسة. فهمت قصدي سنة تانية؟ أيوة أستاذ. طيب، نكتفي بهذا القدر في المراجعة، وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام. خليكم معي، انتظروا يا سنة تانية.